أسامة الرمضاني 21 من 2 تونس. هل أصبحت قيم ومبادئ الدين النبيلة مجرد حبر على ورق يقتصر وجودها من خلال حفظها في التاريخ، رغم أن الدين هو عامل وقائي من الأخطار الاجتماعية؟ لذلك أرى وجوبية تدريسه في مناهج التعليم الحكومي مع احترام الاختلافات العقائدية لما يحمله من مبادئ وأخلاقيات تقي المجتمع من عدة أخطار مثل الفساد الإداري كالرشوة، وأخطار اجتماعية كالإجرام والانحراف. كما يجب تدريس الدين لإكساب القدرة على تفادي دمغجة الشباب بالأفكار المتشددة، فيصبح الشاب قادر على التفكير والتحليل، ويكون ذلك من خلال وضع برامج مدروسة تستهدف هذه الأخطار فتساهم في الحد منها. ومثلا الدين في اليابان يعكس حب المجتمع الياباني للعمل، وإذا نستطيع تدريس هذه القيم الأخلاقية في مناهج التعليم مع احترام الاختلافات العقائدية من خلال وضع استراتيجية واضحة للبرامج تمكن من تفادي هذه الأخطار، وهو ما يعكس وجوبية تدريس الدين